شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى المباحث المهمة بحث الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. هذا المبحث يتطرق إليه الفقهاء في الفقه، ويتطرق إليه أيضا علماء علم الكلام في مباحث المعاد. تطرق الفقهاء إلى هذا المبحث واضح الوجه، لأن علم الفقه يتناول أفعال المكلفين، موضوعه فعل مكلفين كما في المنظومة. ومن أفعال المكلف موقفه تجاه المجتمع، تجاه الانحراف الاجتماعي، فلا بد أن يكون لهذا الموقف حكم في الشريعة، لأن لا توجد هنالك في الشريعة منطقة فراغ. تطرق الفقهاء إلى هذا المبحث واضح الوجه، ولكن تطرق علماء علم الكلام إلى هذا المبحث في بحث المعاد ربما لا يخلو من نوع من الغموض، أن علماء علم الكلام لماذا أدرجوا هذا المبحث في بحث المعاد؟ لعله يمكن أن يوجه هذا الإدراج بهذا التوجيه، أن أهم أو من أهم
عوامل الفات الأنظار إلى موضوع المعاد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف نلفت الأنظار إلى قضية المعاد؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف نوجه الأفراد إلى الإعداد للمعاد؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأفراد الذين توجهوا إلى هذه القضية كيف كانت البداية؟ لعل جميعهم أو كثيرا منهم كانت البداية هذه النقطة. بشر الحافي ما الذي وجهه إلى الاهتمام بقضية المعاد؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر. شعوان هذه المرأة المعروفة في التاريخ، من الذي وجهها إلى قضية المعاد؟ نهي عن منكر من خطيب فوق المنبر. مالك ابن دينار، ما الذي قلعه عن حالة الغفلة ووجهه إلى الإعداد للآخر؟ أمر بمعروف من طفل، ذاك في عالم الرؤيا في قضية معروفة. فضيل ابن عياض، ما الذي حوله من قاطع طريق إلى رجل متعبد؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر. إحنا هذا المقدار الذي عندنا من الإيمان والتقيد والتوجه إلى الله والتوجه إلى اليوم الآخر، هذا المقدار اللي عندنا، من أين وجد؟ من أين وجدت هذه الحالة؟ بدايته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا في الواقع إدراج علماء الكلام بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مباحث المعاد، هذا راجع شرح التجريد وبقية الكتب الكلامية، عادة يدرجون هذا المبحث، لعله باعتبار أنهما القاعدة التي يبتنى عليها التوجه إلى المعاد، كما أنهما القاعدة التي يبتنى عليها التوجه إلى المبدأ. على كل حال، هذا توجيه لما فعله علماء الكلام. حديثنا في هذه الليلة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الموضوع فيه مباحث طويلة، وفي هذه الليلة نكتفي بالإشارة إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول: جذر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البحث الثاني: القدوة العملية. البحث الثالث: المقدمات الوجودية. هذه مباحث ثلاثة نتطرق إليها بعون الله تعالى.
المبحث الأول، ما هو جذر هذا الوجوب؟ منبع هذا الوجوب؟ ربما يكون المنبع وربما يكون الجذر قاعدة اللطف. قاعدة اللطف قاعدة مهمة جدا وفيها مباحث ضرورية، ولكن إجمالا اللطف، قاعدة اللطف معناها تقريب الأفراد إلى مصالحهم الحقيقية وإبعادهم عن مفاسدهم الحقيقية. هذا يقال له اللطف، وهذه القاعدة يقال لها قاعدة اللطف. وعلى هذه القاعدة تبتني كثير من الأصول العقائدية، حتى بعثة الأنبياء من القواعد التي تبنى عليها هذه القاعدة، قاعدة اللطف. تقريب الأفراد إلى مصالحهم الحقيقية وإبعادهم عن مفاسدهم الحقيقية، هذا يقال له اللطف. مثلا أب طفله يريد أن يتناول طعاما مسموما قاتل. إذا الأب يقعد يباور، أكو هنالك زجاجة مال مبيد الحشرات، طفل ما يفهم، لا يميز ما يصلحه عما يفسده. هذا الطفل لم أخذ هذه الزجاجة يريد أن يشربها، وإذا شربها يموت. الأب يقعد يباوع هالشكل. هذا سائغ في منطق العقل. إذا أبو يفعل هذا العمل لا يذمه العقلاء ذما أكيدا. أنت خوشفت، مرة الأبو يقول أنا ما كنت أعلم، مرة الأبو يقول ما كنت أقدر، مرة يقول كان عندي محذور، له عذره ربما، ولكن رأيت وقدرت وما كان يكلفك إلا مؤونة أن تنبهه وما فعل. هذا لا يذم عند العقلاء، هذا لا قطعا يذم عند العقلاء. قضية معروفة عن السيد البروجردي رحمة الله عليه أنه قيل له: ما هو دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ شنو الدليل على ذلك؟ فقرأ هذا الشعر، هذا الشعر كأنه منبه على هذه القاعدة. قال كما يحكى عنه: اگر بینی نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اعمى دا يمشي بالطريق وامامه بئر، اذا يوقع في هذا البئر تتكسر عظامه ويموت. واحد هالشكل يقعد يباوع الاعمى الى ان يذهب ويسقط في الحفرة، هذا مو ذنب في منطق العقل؟ في منطقة. اگر خاموش بنشینی گناه است، هذا ذنب في منطق العقل قبل أن يكون ذنبا في منطق الشرع. الجذر الذي تبتني عليه هذه القاعدة هو هذا،
ولذلك في الحديث الشريف لنحملن، لعله لذلك لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. هذه الذنوب التي تقع في المجتمع، هذا ذنبه يقع على العلماء. لعل المراد بالعلماء مو يعني علماء الفقه والمنطق، يعني كل من يعلم. أنت اللي تعلم كان ينبغي أن تقول، كان ينبغي أن توجه. فهذا هو الجذر العقلي لوجوب هاتين الفريضتين. هنا أكو بحث طرحه علماء الكلام من الجيد التطرق إليه، وإن كان بحث علمي. نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي وفخر المحققين وصاحب الجواهر وغيرهم رفضوا الوجوب العقلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا الآن كان المدعى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقلاً قبل أن يكونا واجبين شرعاً. هؤلاء الأعلام رفضوا هذا الوجوب العقلي لشبهة طرأت لهم. لا بأس بالتطرق إلى هذا البحث. في التجريد نصير الدين الطوسي يقول: لو كانا واجبين عقلا لزم إما خلاف الواقع أو الإخلال بالحكمة، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا الدليل نصير الدين الطوسي في التجريد، وتبعه العلامة الحلي في مناهج اليقين، عند كتاب مناهج اليقين أو نهج اليقين، وتبعهما فخر المحققين ابن العلامة الحلي، وتبعهم صاحب الجواهر في الجواهر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيان ذلك شوية تجرع مرارة هذا البحث وصعوبة هذا البحث، ولو مو بتلك الصعوبة. هؤلاء الأعلام ذكروا هذا الإشكال يبتني على قاعدة عقلية، والقاعدة العقلية هي أن القواعد العقلية لا تقبل التخصيص. التخصيص في القواعد العقلية باطل، ولو صح التخصيص في قاعدة عقلية كشفت صحة هذا التخصيص عن بطلان تلك القاعدة العقلية. مثلا إذا قلنا اجتماع النقيضين محال إلا في المريخ، إذا هذا التخصيص صحيح فالقاعدة العقلية باطل، وإذا القاعدة العقلية صحيحة فالتخصيص باطل. إذا اجتماع النقيضين محال، لا فرق بين الأرض والمريخ، لا فرق بين الدنيا والآخرة، اجتماع الضدين محال. واحد يقول محال إلا في النشأة الكذائية، مو ممكن. إذا القاعدة العقلية صحيحة التخصيص باطل، وإذا التخصيص صحيح فالقاعدة العقلية باطلة. هذه قاعدة مسلمة. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقلا
لوجب على الله تعالى. ولو وجب على الله، إما الله فعل أو الله لم يفعل، اختاروا أحد الشق، لو قولوا الله فعل، لو قولوا الله ما فعل. إذا قلت الله فعل هذا خلاف الواقع، هذه المعاصي التي تحدث في الخارج. كم شرب خمر يحدث في الخارج في كل يوم؟ الأمر بالمعروف إلى مراتب، من جملة المراتب الوقوف العملي، تأخذ إيده واحد يريد يشرب خمر تأخذ إيده. الله أخذ على إيدهم شراب الخمور؟ لا. إذن الله لم يأمر بالمعروف بمرتبة من مراتبه. ذاك الرجل اللي كان رايح إلى ذاك البلد كان شايف أنه في أول الليل فرشت مثلاً 40,000 فراش للفاحشة مثلاً، قال إحنا ما نبقى في هذا البلد. في قضية طريفة لطيفة للبقال قال له اصبر شوف آخر الليل كم سجادة تفرش لصلاة الليل، لا تشوف هذا فقط. في قضية الله منع المنكر؟ لا، لم يمنع المنكر. الدليل وجود المنكر في الخارج. فإذن إذا تقولون الله منع، هذا يكذبه الوجدان الخارجي. إذا تقولون الله لم يمنع مع أنه واجب عليه تعالى وعلى الجميع، هذا إخلال بالواجب وهو خلاف الحكمة. فإذن الوجوب العقلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب أحد أمرين، أحد التاليين باطلين: إما أن تقولوا لا منكر في الخارج، هذا باطل لأن المنكر واقع في الخارج، وإما تقولوا إن الله تعالى أخل بهذا الواجب تعالى عن ذلك، وهذا خلاف الحكمة. الله تعالى لا يخل بواجب، حكمته تقتضي عدم ذلك. إذا التالي بكلا شقيه باطل فالشرطية باطلة والمقدم باطل، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجبين عقلان. هذا كلام الطوسي والعلامة الحلي وفخر المحققين وصاحب الجواهر. هذا الكلام لا يخلو من نظر وإشكال. بيان الإشكال: العقل عندما يطرح، بس ربما تكون ألفاظنا قاصرة لأن واحد يحار أي ألفاظ يستخدمها في هذه المقامات، ولكن كإشارة العقل عندما يدرك قيمة معينة من القيم، هذه القيمة مأخوذ في موضوعها ألا تزاحم بقيمة أخرى أهم منها. فإذا حدثت تزاحم مع قيمة أخرى أهم، موضوع القيمة الأولى ينتفي، الموضوع ينتفي مو المحمول ينتفي. يعني هذا يكون من باب التخصص ولا يكون من باب التخصيص في الحكم العقلي. مثلا العقل يقول الكذب قبيح، ولكن العقل يقول طبيعي الكذب قبيح. الصدق قيمة من القيم، ولكن مو القيمة الوحيدة في الحياة،
إحنا ما عندنا في الحياة فقط قيمة الصدق، هذه قيمة من القيم، وهنالك قيم أخرى في الحياة أيضا يقبلها العقل ويقبلها الشارع. فإذا هذه القيمة زاحمتها قيمة أهم، موضوع الحكم العقلي ينتهي. العقل ما يقول الصدق أو الكذب قبيح، يقول الكذب الذي لا تزاحمه قيمة أهم قبيح. لذلك إذا واحد بالعراق أخذوه بالسجن في الاعتقال البعثيين وقالوا له اعترف على أصدقائك، يصدق هنا لو يكذب؟ يقولون هل تعرف واحد من المتدينين؟ شنو يقول؟ يقول إيه لو يقول لا. إذا يقول إيه يأخذوهم يعدموهم، يكذب أو يصدق؟ يجب عليه عقلا وشرعا أن يكذب. العقل موضوع حكمه الكذب الذي لا يؤدي إلى هلاك مؤمن مثلا قبيح، هذا موضوع العقل. ما قال الكذب قبيح، العقل يقول الكذب الذي لا يوجد هنالك مانع مضاد قبيح. فإذا وجد المانع المضاد وهو أن الصدق كان يؤدي إلى إهلاك مؤمن، واحد يصدق أو يكذب؟ يكذب. إذا صدق شنو حكم هذا؟ ذنب، وهذا حرام شرعا وعقلا. فهذا ما صار تخصيص في القاعدة العقلية. تقولون إذا الكذب قبيح ليش العقل هنا ما يقول الكذب قبيح؟ الجواب، العقل ما قال الكذب قبيح، قال الكذب الذي لا يؤدي إلى مفسدة الصدق الذي لا يؤدي إلى مفسدة حسن، الكذب الذي لا يؤدي إلى إهلاك مؤمن أو إنجاء مؤمن هذا شنو؟ قبيح. أما إذا الكذب أدى إلى إنجاء مؤمن هذا مو قبيح. فموضوع القاعدة أنت. وبعبارة أخرى إحنا عندنا علل تامة هذه لا تقبل التخلف. الموضوع إذا كان علة تامة للمحمول في نظر العقل هذا ما يقبل التخلف. وعدنا مقتضيات مثل الصدق حسن، الكذب قبيح، وعدنا أشياء لا تقتضي بذاتها لا الحسن ولا القبح، مثل شرب الماء، شرب الماء حسن أو قبيح؟ لا حسن ولا قبيح، يختلف باختلاف العناوين الطارئة. هذه القضايا الكذب قبيح من النوع الثاني مو من النوع الأول حتى لا يقبل التخلف. فبناء على هذا العقل ما يقول مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، هذه قيمة، اللطف قيمة من القيم، ولكن إذا كانت قيمة مضادة هذا الموضوع ينتفي. ولذلك إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ضارا يجب أو لا يجب؟ بحدود الضرر المذكور يجب أو لا يجب؟ لا يجب. إذا النهي عن المنكر والأمر بالمعروف كان يؤدي إلى مفسدة اجتماعية يجب أو لا يجب؟ لا يجب. فبناء على هذا العقل من الأول موضوعه ضيق، فهذا الإشكال إشكال محل نظر كما يبدو في بادئ النظر. على كل حال الجذر العقلي لهذه القاعدة قاعدة اللطف،
وهذه القاعدة مشتركة بين البشر، وتقتضيها أيضا رحمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. هذا البحث الأول. البحث الثاني، القدوة العملية. هذا مبحث مهم جدا. الأفراد يتأثرون بالأفعال أكثر مما يتأثرون بالأقوال، هذا أولا. الشيء الثاني، القاعدة العامة في المجتمع أن القادة كانوا في أي مستوى، الناس يكونون في درجة تالية. إحنا قديماً هواي كان عندنا أفراد خيرين، الأفراد الخيرون جداً كانوا كثير كما ينقل، إحنا ما شاهدنا إلا القليل، ولكن الشيء اللي ينقل الأفراد الأبرار الخيرون جداً كانوا كثير. لماذا؟ لأن القادة، القادة كل واحد من رجال الدين قائد في موقعه، كل واحد منهم كثير منهم كانوا أفراد متفوقين من الناحية العملية. المجتمع كان يشوف هؤلاء الأفراد، ما كان يصل إلى درجتهم ولكن كان يتلوهم في الدرجة. السيد البروجردي رحمة الله عليه كان له أخ، مرجع التقليد، كان له أخ في مشهد، هذا ينقل عنه، وكان يجي إلى قوم قليلا، يعني فترة قليلة يأتي ويعود إلى مشهد. ينقلون في أحوال هذا في كل يوم قبل أذان الفجر، كان يذهب من بيته إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، الأبواب مغلقة، يقف وراء الباب إلى أن يفتح الباب، ويصلي نافلة الليل عند الإمام الرضا صلوات الله. كم دام على هذه الحالة؟ 40 عام. ذاكرين في أحواله، أحد الخطباء كان ينقل لي قبل أيام، 40 عام هذا كان دام مشهد بالذات. قديما الشتاء عندما كان يجي الشتاء كلش مؤذي كان، 40 عام واحد في الحر والبرد، هذا يكون منهج. خطيب كان ينقل تتم لهذه القضية لطيفة لا بأس بأن أنقلها. كان يقول في يوم من الأيام هذا فكر البروجردي أخو المرجع أنه الناس اللي يأتون إلى الإمام الرضا ويسلمون عليه، الإمام الرضا كيف يجيبهم؟ واحد واحد يجيبهم، لو يقول وعليكم السلام جميعا هالشكل، يقول هذا الخاطر خطر عندي وأنا بالباب، يقول دخلت سلمت على الإمام الرضا صلوات الله عليه، وجماعة كانوا ورايا أيضا سلموا. فجأة في حالة مكاشفة رأيت الإمام الرضا صلوات الله عليه فوق الضريح، فقال لي وعليك السلام، وخاطب الثاني وعليك السلام، الثالث، الرابع، واحد واحد أخذ يسلم عليه يجيبهم. يعني يقول أنا هيبة الإمام أخذتني فطأطأت، ثم رفعت عيني شفت ماكو شيء، عدت إلى حالتي الطبيعية. المجتمع عندما يشوف، ما كان هذا فقط في كربلاء، أيضا معروفين جماعة كانوا
نافلة الليل كانوا يعدونها عند باب صحن الإمام الحسين. هناك كانوا يعدون الأبواب مغلقة والخدم يمكن نايمين، مجموعة معروفين أسماءهم معروف. اسألوا سيد باقر الفالي يقول لكم منو كان. واحد منهم جده كان، هالشكل معروف كان. المجتمع كان يشوف هكذا نماذج، إذا القادة هالشكل كانوا. المجتمع يصلي صلاة الصبح في أول وقت، إذا القائد صلى صلاة الصبح في أول الوقت الناس شنو يفعلون؟ يصلون صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بثلاث دقائق. إذا القادة صلوا صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بثلاث دقائق الناس شنو يسوون؟ يصلوها بين الظهر والعصر قضاء. طبيعي. إذا الأبناء، هذا مو فقط في رجال الدين، كل قائد في موقعه، إذا الأب يصلي نقر كنقر الغراب أولاده شلون يصلون؟ ها؟ إذا يصلي صلاة متأنية أولاده يصلون نقر كنقر الغراب يمكن، إذا هو نقر كنقر الغراب أولاده شلون يصلون؟ شيء طبيعي. يعني الأفراد لا يلاحظون الأقوال وإنما يلاحظون الأعمال. السيد البروجردي رحمة الله عليه كان عنده كلمة لطيفة، كان يقول أقوى برهان عند العوام على إثبات المبدأ والمعاد سيرة القادة. شنو دليلهم على إثبات المبدأ والمعاد؟ أقوى دليل هسه أو من أقوى الأدل؟ سيرة القادة، كل في موقعه. قادة مو يعني القادة العظام. فإذا والعياذ بالله رأوا منهم الخلاف يشكون في المبدأ والمعاد، يقولون إذا صدق كان هم ليش ما يعملون، إذا واقعا أكو آخر ليش هو يأكل أموال الناس بالباطل. حقيقة يبدأون بالشك في المبدأ والمعاد بعضهم، يعني اللي يأخذون الدين من الرجال ولا يعرفون الرجال بالدين. فكان يقول يجب علينا أن نواظب على سلوكنا. كان واحد من الشيب ينقل إذا واحد من الطلبة كان يصلي قديما أول الوقت صلاة الصبح، يعني عندما يأذن أذان الفجر يقوم يتوضأ ويصلي، كانوا يقولون إن ببندبار، يعني هذا مو ملتزم، ما كانوا يتبحثون وياه. إذا يقوم يصلي شو وقت؟ أول أذان الصبح، ما كانوا يتبحثون. كان ينقل هذا الشايب أيضا يقول أنه فلان واحد أستاذه سأله أنت شو وقت تقوم؟ قال أنا أقوم قبل أذان الصبح بساعة كاملة. قال كلش متأخر تقوم، لازم قبل تقوم. الآن الأذان شو وقت؟ ثلاثة بالتوقيت القديم، يعني ست دقائق مثلا تقريبا، يعني ساعة اثنتين مثلا. هذا كان يقول متأخر تقوم أنت، لازم قبل تقوم. هالشكل منهج. في بعد آخر كان أكو خطيب في طهران، خطيب معروف يقال له حاجي مقدس، معروف خطيب مشهور، وهذا ما تزوج من شدة احتياطه لأن كان رايح للحاج، فشك في طواف نسائه أنه طواف نساء كان كامل لولا، فصارت هاي الشبهة في نظره فما تزوج. وكان يصلي مكان السيد الخنساري رحمة الله عليه، يعني عندما السيد الخنساري كان يتغيب هو كان يصلي مكانه في كثير من الأحيان، أو يسافر مثلا. بعدين قالوا له كذا وفلانه، قال خب أروح للحاج حاج ثاني وأديه على أفضل وجه حتى بعدين أجي وأتزوج. هاي القضية من قبل 44 عام تقريبا. راح إلى الحاج، بس ما أعلم في الذهاب أو في الرجوع، ووصل إلى النجف ومات بالسكتة القلبية، ولذلك الآن مدفون بالنجف. ها
هذا قرأ 10 أيام في مكانه، هذا بعد آخر. اللي متبني لهاي القراءة إطالة 150 تومان هدية أو شبه هدية. فهذا الحاج مقدس قال له: أنت شكد عندك فلوس اللي تعطيني 150 تومان؟ هذا المبلغ كثير. وأعطاه الثلثين وأخذ الثلث، قال: ما إلك أخذها وخمسين إلي. هالشكل روحي اللي يقدم إليه المال حلالا طيبا يقول: لا هذا كثير، هذا إثقال على هذا الرجل. هالشكل روحيات كان. ولذلك في مثل هذا الجو الأفراد كانوا أخيار. السيد المرعشي كان ينقل أنه دخلت حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه ظاهراً، فرأيت 70 واحد يصلون صلاة الليل ويقرؤون في قنوتهم دعاء أبو حمزة الثمالي. أنتوا الآن شايفين فد واحد اللي في عمره مرة مصلي صلاة الليل وفي قنوته قاري دعاء أبو حمزة الثمالي؟ في هاي الأجواء، طبعا هاي الأجواء معنا. ولذلك في الواقع من أهم الأشياء أن نواظب على سلوكنا كلا، يعني حتى الأب في بيته لأنه قائد في مرحلته، حتى الأم في بيتها، حتى الأخ الأكبر مكان إخوانه. صاحب الجواهر رحمة الله عليه له كلام لطيف في الجواهر حول قضية القدوة العملية في المجلد 21. يقول: نعم، من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها تأثيراً، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين، أن يلبس رداء المعروف، يعني هو يكون مؤتمر، واجبه ومندوبه، مو فقط الواجب، الواجب والمندوب بقدر الإمكان، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر. إذا شافوا حقيقة هذا العالم، هذا الرجل، هذا الخطيب هو تزيى زي المعروف ونزع لباس المنكر، هو هذا عامل تام. أفراد يقول: أنتوا إذا رحتوا إلى قرية شفتوا أفرادها متدينين، حتماً مر على هذه القرية عالم متدين قبل 100 عام، 200 عام، 50 عام، كان عالم متدين في هاي القرية، فكل أهل القرية صاروا متدينين. وإذا رحتوا إلى قرية شفتوهم مو متدينين، ما كان عندهم هذا العالم. أكو هنالك بحث مرة أشرنا إليه، سؤال أكو: إحنا عندنا 124,000 نبي أو 300,000 نبي في رواية في البحار، كثير من الأنبياء كانوا أنبياء لأنفسهم، شنو أهمية هذا النبي؟ نبي لنفسه، شنو أهمية؟ ربما يكون الجواب هو النبي له إشعاع حتى إذا كل شيء منه. فد رجل طيب متدين مؤمن خلوق في المحل، حتى إذا كلمة واحدة لا يقول هذا وجود إلى إشعار.
لذلك صاحب الجواهر يقول فإن ذلك منه سبب تام، يعني هو الوجود مؤثر، الوجود علة تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر، وخصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة. هذا بعد نور على نور، إذا يكون عالم ناطق مستعمل علمه، هذا هواية المرغبة والمرهبة، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف. نسأل الله التوفيق لهذه المراتب. هذا كلام صاحب الجواهر. ولذلك في الحقيقة ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الموضوع. إذا واحد رجل دين كرجل دين، إذا واحد خطيب كخطيب، إذا واحد أب في عائلة كأب، إذا واحد له مقام اجتماعي حتى إذا ما يكون أي شيء من هذا القبيل، هو هذا مؤثر، فعله مؤثر وحركته مؤثرة. السيد البروجردي رحمة الله عليه ينقل في أحواله أنه كان قد نذر أنه إذا احتد ويا واحد يصوم عاما كاملا. شلون نماذج؟ إحنا كم مرة نحتد في اليوم في عوائلنا؟ كم مرة نتخاشن مع أولادنا؟ كان نادر إذا احتد يصوم عام كامل. في يوم من الأيام باحثه أحد الأفراد، كأنهم البحث بحث ذاك الفرد كان بحث غير منطقي، كأنه أو رآه السيد البروجردي غير منطقي، فالسيد البروجردي احتد وياه. بعدين التفت إلى نذره، قال كلفتني صيام عام كامل، أنا من بكرة لازم أصوم عام كامل. هالشكل نماذج كان واحد من الكبار كان يقول لي سابقا ما كان متعارف أن الآباء والأمهات يضربون أطفال، لعله مقصوده هو كان في كربلاء هذا الرجل، لعله مقصوده في ذلك المحيط. هو كان يقول ما كان متعارف انه ابو يضرب ابنه او ام تضرب ابنها او بنت، ما كان متعارف عند المتدينين. فمراعاة هذه القضية بمقدار الامكان ضرورية. اما البحث الثالث وهو موضوع المقدمات الوجودية فنتركه إلى مجال آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور عقلاً نيراً، وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور